سامي من المنصورة. أنا أخذ أهلا دكتور، أفضل يا أخ سامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا مؤاخذة عندي رجل لباني في كان عنده 3 أشهر. ورضع وجاله إسهال، الإسهال ده نزل شعره خالص. مش عايز يبطل، جاله إسهال ومش عايز يبطل. لا هو الحمد لله بطل، بس شعره نزل، ما عادش عليه شعر خالص. شعره وقع. طيب. طيب ماشي ماشي يا سامي. أنا حاج سامي هاجب عليك إن شاء الله برضه. أخونا سامي من المنصورة كان بيسأل على إن هو عنده لباني بقى عنده إسهال شديد وشعره بيقع، يعمل له بقى شعره بيقع نتيجة للإسهال اللي هو فيه ونقص الأملاح المعدنية اللي نزلت في الإسهال بتاعه ونقص فيتامينات، الحاجات دي كلها لازم الشعر يبدأ إيه يقع، ده شيء طبيعي أو مظهر طبيعي للإسهال. أعمل إيه؟ زود عملية فيتامين ألف دال 3، هي حق، إدي له لمدة 5-6 أيام فيتامين ألف دال 3، إدي للتركيبة بتاعتك حط لها الأملاح المعدنية، هات قوالب لحس وحطها قدامه، حط دايما في كل عندك تبقى فيه قوالب املاح معدنيه للحس اللي حوالين الحس فيها، كتر في الفيتامين وكتر برضه لو عندك في الوقت ده دريس، اديله دريس لان الدريس بيبقى فيه فيتامين الف كويس.